السيد ماجد مسمار رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أستهل كلمتي بتقديم الشكر والعرفان لحكومة دبي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهذا التنظيم الرائع لفعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين دبي 2018. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم باسم فلسطين بالتهنئة الحارة للسيد هولينزاو لحصوله على ثقة المؤتمر للمرة الثانية، والتهنئة موصولة أيضاً للسيد مالكوم جونسون لإعادة انتخابه نائباً لأمين عام الاتحاد، كما أهنئ السيد تشي سابلي لإعادة انتخابه لمكتب مدير التقييس للاتصالات، وأبارك أيضاً للسيدة دورين بوغاد لانتخابها مديراً لمكتب تنمية الاتصالات. وبهذه المناسبة أيضاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدراء مكاتب الاتحاد الدولي للاتصالات السابقين السادة إبراهيم أسانو وفرانسو رانسي لما قدموه وبذلوه في سبيل رفعة الاتحاد وتطور أدائه. سيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد وفرت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصاً متنوعة أمام معظم دول الكوكب لتحقيق مستويات عالية في مجال التنمية المستدامة من خلال الاندماج في مجتمع المعرفة الرقمية. ولعل أحد أهم محفزات الاندماج هو تبني استراتيجية واضحة تقوم على أساس تقديم منظومة واسعة من الحوافز لدعم المشاريع الريادية والابتكار والإبداع التكنولوجي عن طريق تعزيز الشراكة ما بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي. إننا في فلسطين نعي جيداً أن الابتكار والشراكات المتعددة والتي تؤسس لها ثورة تكنولوجيا المعلومات ويقودها مجتمع المعرفة ستوفر فرصاً هائلة أمام المجتمعات للنهضة والرقي، حيث تساهم في تحسين جودة حياة المواطن وترفع قدرات المجتمع التنافسية في مختلف مجالات الحياة. وهذا ينسجم مع الأهداف والغايات التي يسعى الاتحاد لتحقيقها. لكن الوضع في دولة فلسطين له خصوصية نادرة ويسير على نحو مختلف، فنحن كفلسطينيون مطالبون ببذل أقصى المجهودات وتوظيف كل الإمكانيات لإيجاد حلول للتحديات التنموية المعقدة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني المحاصر من قبل القوى القائمة بالاحتلال، مما يزيد من اتساع الفجوة الرقمية بين المجتمع الفلسطيني والمجتمعات المحيطة، الأمر الذي يحول دون ترويج فلسطين كبيئة استثمارية واعدة من جهة أولى، ويحرم المجتمع من طرح حلول جدية حول العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها تقليل نسبة البطالة وخفض مستويات الفقر من جهة ثانية، مما قد يعيق قدرة فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المواقيت المحددة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أمس الأول استمع مؤتمركم الموقر إلى كلمة وزير الاتصالات الإسرائيلي، وهو يؤكد أن سلطات الاحتلال تقدم كل المساعدات الممكنة والمطلوبة لتطوير قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين. اسمحوا لي أن أبدي استغرابي ودهشتي بل واستهجاني لكل ما تم ذكره بهذا الشأن، وأود الإشارة هنا إلى حقيقة لا يمكن الجدل حولها، وهي أن وعود الوزير الإسرائيلي التي قطعها لنا قبل 7 أشهر وبحضور معالي السيد هولينزاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حين حل ضيفاً على فلسطين لم يتم تنفيذها حتى اللحظة، حيث تضمنت تلك الوعود السماح بإدخال أجهزة ومعدات لبناء شبكات الجيل الثالث في قطاع غزة المحاصر وتخصيص الترددات اللازمة لبناء شبكات الجيل الرابع في فلسطين الضفة وغزة، والعمل على رفع القيود المفروضة على استيراد الأجهزة الخاصة لبناء أنظمة اتصالات حديثة ومتطورة.
نعم أيها السيدات والسادة، لم يتم الوفاء بتلك التعهدات حتى الآن، وما زال قطاع غزة محروم من خدمات الجيل الثالث، والتي تم الاحتفال بإطلاقها بالضفة الغربية بحضور السيد الأمين العام السيد زاو مطلع هذا العام، بعد أكثر من 10 سنوات من المماطلة والتسويف الإسرائيلي، رغم المطالبة اللحوحة والمفاوضات المتواصلة وبجهود مشكورة لافتة بذلها السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للصلاة وممثلي مكتب الرباعية الدولية في فلسطين وعدد من الدول الفاعلة والمؤثرة، والتي تتوجت أخيراً بموافقة سلطات الاحتلال على السماح للشركات الفلسطينية الخلوية ببناء شبكات الجيل الثالث في الضفة الغربية فقط. فهل مطلوب أيها السادة والسيدات أن ينتظر شعبنا 10 سنوات أخرى للحصول على الترددات اللازمة لبناء شبكات الجيل الرابع؟ ومتى سنحصل على ترددات الجيل الخامس؟ السيد الرئيس، أعضاء المؤتمر، لقد عانى الشعب الفلسطيني وعلى مدى سنوات طويلة وما زال من الحصار الجائر، وتعرض لمصادرة موارده الطبيعية كنطاقات الطيف الترددي، والتي تم توظيفها لصالح المشروع الاستيطاني العنصري. وكيف لا ونحن محرومون من استخدام طيفنا الترددي لبناء شبكات اتصالات حديثة، في الوقت الذي تعمل القوة القائمة بالاحتلال على دعم الشركات الإسرائيلية الخليوية لتغطية كافة التجمعات السكانية الفلسطينية بطريقة غير قانونية وتخالف حتى الاتفاقيات الموقعة معهم؟ إننا نهيب بدول أعضاء الاتحاد الدولي للصلاة من على هذا المنبر أن يتم تبني قرار أو إعلان يطالب القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ التدابير الفورية لتطبيق القرارات الصادرة عن مؤتمركم الاتحاد الدولي للاتصالات، وخاصة القرارين 99 و125، وتمكين دولة فلسطين من استعادة حقوقها المكفولة في دستور الاتحاد. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن فلسطين رغم الاحتلال والحصار استطاعت بجهد أبنائها وبناتها وبمساعدة كريمة من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمؤسسات المتخصصة كالاتحاد الدولي للاتصالات وتحديداً المكتب الإقليمي العربي في القاهرة من تحقيق العديد من الإنجازات اللافتة في مجالات مختلفة، أدت إلى ارتفاع ملحوظ بانتشار خدمات النطاق العريض وإطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية وتطوير البيئة القانونية بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية والجرائم السبرانية ودعم مشاريع الابتكار والريادة والإبداع من خلال تبني حزم حوافز تشجيعية أطلقتها هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية مؤخراً. سيدي الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني شعب حي وحضاري ومحب للسلام، ويتطلع إلى التحرر من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، ويسعى للنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وعندها فقط يمكن لحلم وزير الاتصالات الإسرائيلي أن يتحقق في بناء جسور سلام اقتصادي مع دول الجوار العربي. أشكركم لحسن استماعكم، وأشكر لكم سعة صدوركم، مع خالص التمنيات لمؤتمركم بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.